اخذ البطوله وباقي ثلاث جولات في قطر. والان خطأ 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 ويسقط عمار الكلدي خطأ. وربما الكرت ماذا سيقول؟ نعم ربما كرت على اللاعب جبله النيجيري والكرت الاصفر. كرت اصفر على جبله، كرت اصفر وخطأ. نعم كنت اتحدث عن الدوريات الاخرى لان دورينا مضغوط، نعم لانه تاخر بسبب الاشكاليات التي حدثت. كما تحدثت ايضا عن قطر بطل هو السد المتصدر، وهذا ما سيفعل ايضا لان الدوريات الاخرى باتت على النهايه. عندما اتحدث عن الدوري نادي شعب حضرموت الممثل الوحيد للمحافظه في الدرجه في صفوف نادي العروبة، هل سيلعبها امام المرمى؟ هل سيسدد قوية بالفعل؟ لا للخسارة. والذكي يا عروبة يفهم بالاشارة. نعم والكرة الان وسط لمصلحة محمد باقديم، يرسل كرة اتجاه دينيس اجوي، دينيس المنتقل من نادي شعب اب الذي اخذ البطولة. محاول الان النوارس ممكن يعكس كرة داخل المنطقة لكن تتخلص، تعد مرة ثانية، ما زالت الكرة معه، يرسلها امامية عكسية تتخلص راسية. نعم استاذ محمد، وسط فريق العروبة لديه وسط بنزعة هجومية، يعني عندك ياسر القبر في اليمين، وعندك احمد الظاهري، وعندك يوسف الصيادي ودانيال، كلا جميع هؤلاء اللاعبين نزعة 5-1، وهذا يعني انه خالد بن بريك فضل اقراء خط الوسط بعناصر ثقل تستطيع بالفعل ان تقاري فريق العروبه، خصوصا وفريق العروبه من الفرق التي تلعب بتكتيك متميز. لاحظ انه فريق لديه خط وسط قادر على تمويت ايقاع اللعب. يستر من الامبراطور، الامبراطور الصنعاني اذا يتقدم بهدفين دون مقابل في ملعب واحد ومع شعب ب2-2، فهل يكون التعادل الرابع ام انه غير ذلك يا هلال؟ ولكن الان 2 على الهلال في الشوط الاول. نصف ساعة مرت والعروبة ما زال يحاول أيمن المطري، يرسل كرة اتجاه عارف ثابت، عارف ثابت إلى محمد القمري، محمد الصاصي الآن، الصاصي لحاله لازم يعطي كرة ولازم تكون عنده مساندة. الآن الصافي صالح الشهري، شوف 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 الانقضاض، الانقضاض والكرة الآن تصفق يا صاص. عادت الآن أيمن المطري، المطري ما زالت الكرة معاه، يرسل كرة اتجاه جبلة، جبلة استلم الكرة، جبلة إلى دانيال، دانيال يرسل كرة إلى أيمن المطري، نقلة ولكن ما في تسلل، ما في تسلل الآن لمصلحة العروبة. العروبة يسجل هدفين ويضيع 5 فرص ومع ذلك تستمر النتيجة هدفين. خطأ، شوف هنا التدخل، التدخل على جبلة من عبود والكرة إلى خطأ. إبراهيم عياش زعلان، محمد السادس 17 هدف، الأسبوع الثامن 10 أهداف، والأسبوع التاسع 12 هدف، والأسبوع العاشر 8 أهداف، والأسبوع الحادي عشر 13 هدف، والأسبوع الثاني عشر 25 هدف. خطأ، خطأ لمصلحة فريق العروبة، لمصلحة فريق العروبة. ترى دفاعات متفككة في فريق الهلال. الهلال صحيح هذا الموسم انه يلعب ويعتمد على ابناء النادي اكثر. المدرب السوداني مهدي مهداوي الذي ترك الفريق. ملعوبة الكرة الان. ملعوبة الان لمصلحة فريق يهربوا من المراكز الخطيرة والمراكز المقدمة. ملعوب الآن أيمن المطري ينقل كرة اتجاه جبلة المتحرك، جبلة يلعب إلى ياسر المشاق، ياسر يا سلام، يحضر ياسر يلعب كرة ياسر الجبر، ياسر الجبر يمر من الأول والثاني، يرسل كرة إلى دانيال، خطيرة خطيرة الخطيرة ولكن عدت، عدت الآن جبلة تسديدة إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب. في مباراة اليوم في شوطها الأول، كرة وسط الملعب، سامر يلعب الكرة السامر، خلصت الآن العروبة، ناوي
العروبة ناوي في هذه المباراة، ارسل الى الصيادي، الصيادي ينقل كرة لمصلحة بشير، بشير الان اعطاهم الهدف الاول دفعة معنوية والان يعطيهم الهدف الثاني دفعة معنوية اكثر، ومع ذلك العروبة يحاول. لا ادري ما الذي حدث للهلال في هذه الدقائق، الدفاعات ليست 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 مركزة في الدفاعات، لانه يقيب في الدفاع يقيب على الهلال لاعبين مهمين اصحاب خبرة، مهند راجح ومحمد صالح يوسف، نتمنى لهم العودة، وايضا الاصابة للاعب المهاجم ياسر باصحي، لاعب والخبرة مصابين، نتمنى لهم الشفاء العاجل والعودة. 12 وفي خلال 84 مباراة سجل 211 هدف، لكن هذا الموسم قد يكون يعني شحيح في الاهداف، 161 هدف الى الان، ولكن تبقى 8 مباريات مؤجله. الان ضربه حره، ضربه حره الان لمصلحه فريق العروبه، الرشيد يتقدم بهدف والصغر ايضا يتقدم بهدف الى الان، هذه نتائج المباريات الاخرى. الان النتيجه هنا ماذا سياتي بها الان؟ دانيال يضرب كوره تحتفظ بها بين الاقدام، يحاول يمر ياسر يعدي بشكل سليم، ما زالت الكره معاه، يلعب كره تجاه القمري، القمري يلعب كره الان يعطي فريق العروبه، والكلام والحكايه ايضا عن تقديم الاستقاله، استقاله المدرب الوطني محمد سالم النزيلي، محمد سالم الذي الزريقي، وهناك ايضا وليد في 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 محافظه اب، ولكن الكره الان خلونا مع كره لمصلحه فريق العروبه، ولكن الان عادت الى اللاعب ثامر الذي يتراجع من خط المقدمه يخلص كرات. طبعا محمد سالم الزريقي الذي قدم استقالته قبل جولتين من الان، والان يقود الفريق المساعد المدرب شفيق سلام، والكره الان لمصلحه العروبه، ملعوبه سريعه ولكن عد لمصلحة العروبة الآن، بشير المنيفي يلعب كرة اتجاه جبلة، جبلة النيجيري يوزع الكرة الآن اتجاه عارف ثابت، فريق العرباوي الصيادي اليوم، إشارة الكابتن والله جعلت الصيادي يخوض ويصول في أرضية الملعب، ملعوبة الآن أيمن المطعي، المطري قد يرسلها عرضية، قد يفضل التمرير القريب، القريب الآن لمصلحة العروبة، جبلة ياسر الجبر مع جلال، خلصها الآن من القمري، يرسل كرة اتجاه جبلة، جبلة يلعب كرة الآن، ما في تسلل هذه المرة، محاولة من داليان، والهلال لم يظهر في الشوط الأول، فماذا سيعمل في الشوط الثاني؟ الكلام مع سامي التيس وعلاء الصاصي أيضا، أيمن مطري وسلامات لجبلة الذي الآن سيخرج إلى خارج أرضية الملعب لتلقي العلاج، الخطأ ما كان جسيم ولا يحتاج إلى إصابة جسيمة، هو بصراحة لأنه خطأ بسيط، خطأ بسيط، لكن أحيانا اللاعب يعمل مثل هذه الحركات. استلمها ثامر الآن، هل سيستفيد الهلال من المرتدات؟ ولكن يسقط جبلة، خطأ لمصلحة فريق العروبة. سامر حسن يتكلم مع سامي التيس، وجبل الساقط، شوف هنا التدخل هنا بعد ذلك الخطأ، واضح وضوح الشمس يا سامر، شوف هنا التقدم، هنا لعبة من ياسر عادت، وبعد ذلك الاوفساي واضح على ايمن المطري، ضربة حرة غير مباشرة، عادت هلالية الان، ولكن تخلصت، تخلصت الان الجبلة، يا سلام عليك، يضرب الدفاعات، يضربها جبلة الى ياسر، الى جبلة، جبلة يلعب كرة اتجاه ايمن المطري، الى جبلة، نقلات الان، يوسف الصيادي تحول من الشمال لليمين، يوسف الصيادي مر بشكل سليم، يلعب كرة اتجاه عدنان القباطي، القباطي العروبة يظهر بمظهر جميل في الشوط الاول، نقلة من عدنان، استلمها بشير المنيفي، يوسف الصيادي، يوسف الصيادي ينقل كرة ولكن خلصها اسعد الرياشي، عادت عرباوية، الان جبلة ينقل كرة للقمري، القمري لايمن المطري، المطري الكرة معاه، يلعب كذا وكذا ولكن كذا من الصاصي او الصافي، عادت الان لمصلحة العروبة، العروبة الان استلم من ياسر، عادت ياسر ياسر ياسر، الله الهلال تعادل في مباراة السبت وان خسر يوم السبت اول الخسائر، وقد تبدو كذلك لانه متاخر بهدفين، الان فتى ادبال الفريق العرباوي، الان ضربه ركنيه لمصلحه فريق العروبه، العروبه الان
العروبة من ضربة ركنية، يتقدم عدنان القباطي راسية ولكن علي مبارك تراجع خلصها، عادت إلى جبلة التسديدة ولكن تخلصت من شهاب الشميري، عادت الآن اتجاه من جبلة، جبلة الآن والمحاولة تأتي بشير المنيفي، عادت خلصها شهاب. ماذا سيعمل يا هلال؟ الجماهير تنتظر أيضا ردة فعل هلالية، مرسلة الآن الكرة من بشير المنيفي اتجاه أيمن المطري، كنترول من أيمن المطري، يرسل الكرة اتجاه من؟ جبلة المتقدم من الوسط لاعب الارتكاز، جبلة يبحث عن مساندة، يبحث عن زميل، الزميل من سيأتي؟ الزميل القريب أيمن المطري بنقلة لبشير المنيفي، نقلات 15 نقلة الآن لمصلحة فريق العروبة. أيمن المطري يلزق الكرة، الكرة الآن أيمن استلمها أيمن.